يحدثنا التاريخ عبر مختلف العصور الماضية عن الآلام والظلم والعنف الذي تكبده الإنسان الأسود عبر الاستخدام المفرط للشعارات العنصرية الأبرتايد من قبل الجنس الأبيض، حتى بلغ الأمر ببيعه وإهدار كرامته وكأنه سلعة تجارية، ويرحل مثل الماشية بشكل جماعي في سفن بالية لا تصلح حتى لنقل الحيوان. عندما كانت هناك حاجة للسود يتم استخدام عضلي كحيوانات، لم يقال هؤلاء سكان هذه القارة يجب احترامهم ويبقوا في قارتهم، لا، تم نقلهم وقالوا هذا شيء مشروع. جوري جزيرة في ساحل السنغال تقف شاهدة على عصور من الظلم الذي تعرض له المواطنون الأفارقة، أولئك الذين أجبروا على الرحيل القسري عن بلادهم في حقب زمنية ضاقوا فيها الويلات وتجرعوا فيها كؤوس الاغتراب بعيداً عن الأهل والموطن الأصلي. جزيرة جوري جزيرة جميلة عرفت قبل وصول البرتغاليين إليها سنة 1443 ببيير. اهتم سكانها قبل حقبة الاستعمار الأوروبي بالصيد والزراعة، غير أنه بوصول البرتغاليين أولاً ثم الهولنديين فالفرنسيين والإنجليز تحولت إلى مركز معروف لتجارة العبيد وفق المصطلح الغربي، ونظمت على شواطئها قوافل الترحيل قسراً من خلال الهولنديين باتفاق مع بعض الإقطاعيين الأمريكيين الذين كانوا في حاجة لهؤلاء العبيد لاستخدامهم في مزارع التبغ والسكر في أمريكا، حيث تنتشر مراكز استقبال هؤلاء العبيد وتنظم بيعهم للإنسان الأبيض وفق شروط العرض والطلب في تلك الأزمنة. تم بيع ملايين الأفارقة في الفترة ما بين القرنين 15 و19، ما عكس انحطاط الحضارة الغربية في تلك الحقبة. حين وطأت أقدامنا جزيرة جوري كانت وجهتنا صوب متحف العبيد الذي بناه الألمان عام 1776 على الطراز الأوروبي القديم. يتكون المتحف من طابقين يربطهما سلمان على شكل قوسين، يشكل الطابق العلوي مكاتب واستراحات للتجار وقاعات لعقد صفقات البيع، أما الطابق السفلي فقد خصص لوضع العبيد في زنزانات لا تتجاوز مساحة واحدة منها 10 أمتار مربعة، حيث يحشر في كل واحدة منها 40 شخصا بعد تكبيلهم بالسلاسل. تروي وثائق المتحف حالات هؤلاء الأفارقة خلال احتجازهم وقبل ترحيلهم. عندما كانوا يتبادلون النظرات استعداداً لهذا الرحيل المر ويرمقون بعيونهم السماء ثم يصرخون بأعلى صوت يشكون ألم الظلم ولوعة الفراق. C'est une île assez petite, mais c'est une île chargée d'histoire. Parce que c'est de cette île que partaient les bateaux qui ont amené les esclaves vers l'Amérique du Sud, Amérique du Nord ou les pays. إنها جزيرة تعني لنا الكثير، لأن آبائنا وأجدادنا رحلوا كعبيد من هنا وذاقوا الأمرين في أوروبا وأمريكا وتعرضوا لشتى مظاهر البؤس في كارثة إنسانية. هكذا يظل متحف العبيد شاهداً على جبروت المستعمر الأبيض. فها هي الكرات التي تزن كل واحدة منها 10 كيلوغرامات من الحديد، كانت التربة في ساعد كل عبد تم اقتياده، إلى جانب القيود والسلاسل الطويلة التي توضع في أعناق هؤلاء العبيد
لإجبارهم على السير في هيئة قطيع كأنهم حيوانات. عبر الكاتب والمؤلف السنغالي جوزيف ميداي بدقة عن حجم هذه التجربة التاريخية المريرة حين قال في كتابه مأساة العبودية إن جزيرة جوري تبقى مكاناً تعيش فيه الذكريات. خلال تجولنا عبر الشوارع والأزقة وحتى وصولنا إلى متحف العبيد كانت صورة من التاريخ تتداعى أمامنا ونحن نشاهد هذا السجل الحافل، ولكنه حافل بالعار على المحتلين والمستعمرين وحافل بالنضال لأبناء هذا الشعب الذين صمدوا وجاهدوا حتى طردوا المستعمر من بلادهم. حين وصلنا إلى متحف العبيد، حين دخلنا إلى هذا المكان كانت الصورة مغايرة تماما. الناس هناك يحفظون التاريخ عن ظهر قلب. لا أنسى مواطن سنغالي حين انفعل وهو يحدثني عما قرأه في التاريخ، عما حدث لبلاده خاصة في القرن 15 والقرن 16. بكى من فورة تأثره وتساءل لماذا يفعلون فينا ذلك؟ أين حقوقنا المهدرة؟ أين حقوقنا الضائعة؟ حرصت على أن أقف عند البوابة النهائية، والبوابة النهائية عبارة عن قوة صغيرة في داخل متحف بيت العبيد أو ما يسمى بالسجن كما كان في السابق. عندها كان ينقذ الإنسان من داخل أرض جزيرة جوري إلى العالم الآخر عبر سفن تحمله في طريق أو بوابة تسمى بوابة اللا عودة أو بوابة الخروج للأبد. من هنا، من هذا المكان، انطلق الإنسان الأفريقي مرغما لكي يبني ويشيد حضارة الغرب. ومن هنا كان عصر العبودية الذي سيطر على إفريقيا، كل إفريقيا التي عاشت رزحا من الزمن وهي تعاني ولايات المستعمر وجبروت الاستعمار. ذكريات لماض استشرت فيه تجارة العبيد في العالم الجديد الذي يعيش رغد الحياة على حساب الملايين الذين كان للاتجار بهم الأهمية الحاسمة في بناء الإمبراطوريات الأوروبية الاستعمارية. تجارة مرت من هنا عبر هذه البوابات السوداء في جزيرة جوري، والتي اقتيد عبرها عشرات الملايين في رحلة لا عودة إلى أرض الوطن. هؤلاء المساكين يقولون لماذا نقلت أجدادنا عندما كانت بهم الحاجة وقلت أن الهجرة مطلوبة وحتى أجبرتهم على الهجرة. هذه هجرة قصرية، تم نقلهم بالسفن والذي لا ينفع عضليا يلقى به في البحر، وتم إعمار أمريكا الشمالية وأوروبا بجهد السود.